يسأل قائلا: ما مدى ثبوت التسليمتين من الجنازة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي الخروج من صلاة الجنازة بتسليمتين. أقول وبالله تعالى التوفيق: لم يثبت في التسليمة الواحدة ولا في التسليمتين خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسليمة فليس فيها نص علمته، أما التسليمتان فقد ورد فيها حديث ابن مسعود، وفي سند حماد بن أبي سليمان فيه مقال: ثلاث من السنة تركهن الناس، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، إلا أن حماد متكلم فيه. فعليه بأي الرأيين أخذ الشخص، بالتسليمة الواحدة أو بالتسليمتين، فله سلف صالح، وبالله التوفيق.